صياغ جديد لاستثمار أموال الزكاة تدخل حيز التنفيذ بحسب توصية لقاء المجالس العلمية التي أفتت في الموضوع خلال لقائها الوطني في ولاية غردية. بدائل القرض الحسن تضمن رجوع أموال صندوق الزكاة مستفيدة من إيداع 172 مليار سنتيم في بنك البركة تراكمت خلال السنوات الثلاث الفارطة. هذه توصية المجالس العلمية التي اجتمعت في ولاية غردية والتي أوصت بالبحث عن بدائل للقرض الحسن تضمن رجوع أموال القرض الحسن إلى صندوق الزكاة، لأننا على مدار 11 سنة الماضية تمكننا كما ذكرت من أن نودع في بنك البركة حوالي 172 مليار سنتيم. هذه رأس المال هذا هو الذي سوف يبقى دائرا في المستقبل لضمان استمرار القرض الحسن من المرتجعات، ولكن يجب أن نبحث عن بدائل، وأعطينا لأنفسنا مدة 3 سنوات للبحث عن بدائل أخرى مكملة ناجعة وقد تكون بديلة عن القرض الحسن من أجل أن يكون صندوق الزكاة في خدمة المجتمع ودافعا إلى العمل وإنشاء الشغل وإنشاء الثروة في المجتمع. وزير الشؤون الدينية والأوقاف الذي أشرف على انطلاق الحملة الوطنية 13 لصندوق زكاة بحضور أعضاء اللجان المحلية للصندوق وبعض المزكين قال إن مشروع مؤسسة صندوق الزكاة ينتظر صدور إطاره القانوني عبر المرسوم الرئاسي لتنظيم نشاط الجمعيات ذات الطابع الديني. المادة 47 من قانون الجمعيات تسمح لنا بإنشاء مؤسسات، ونحن نفكر في إنشاء مؤسسة لصندوق الزكاة، وقد قدمنا فعلا مشروعا في هذا الموضوع وهو موجود عند الحكومة، وبدأنا نتلقى ملاحظات بعض الوزارات، وأرجو أنه في القريب العاجل نحظى بالموافقة من أجل أن يخرج أولا المرسوم الرئاسي الذي ينظم العمل الجمعوي ذات الطابع الديني، والذي يكون من ضمن انشغالاته وصلاحياته إنشاء مؤسسة للأوقاف ومؤسسة للزكاة ومؤسسة للعمل الخيري بصفة عامة. أكثر من 8000 مؤسسة اقتصادية مولتها صناديق الزكاة، رقم يعكس نشاطاً متزايداً وفي نفس الوقت يفرض تطويراً في آليات التمويل بالشكل الذي يحفظ الصندوق ويسمح بتوسيع نشاطه.